في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض العالية، العالية هي مكان في المدينة أعلاها ويسمى الأسفل منها بالسافلة، أتى من بعض العالية إلى السوق فمر بجدي أسك، الجدي هو أحد أولاد المعز، أسك يعني أنه صغير الأذنين قد التصقت أذناه، قال العيني وضبطت بأصك كما في شرحه على سنن أبي داود بالصاد، قال: فمر بجدي ميت أسك يعني غير مرغوب فيه، فتناوله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وأخذ بأذن هذا الجدي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيحب أن يكون هذا لأحدكم بدرهم؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبون أن يكون لكم من غير شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، فإن به عيبا فهو أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم جملة مختصرة: للدنيا، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.